السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. يا رب نرجع مع بعض فيديو جديد وطريقة عمل الصور بالذكاء الاصطناعي. ليه تصميم يكون شاب بيتصور مع محمد صلاح كابتن المنتخب المصري، وفي نفس الوقت تكون الصورة بموبايل او تكون صورة سيلفي يا شباب في ارضية الملعب او في الاستاد. كل اللي هنحتاجه يا شباب ان هنيجي على جوجل وهنكتب في اليو ار ال bing.com بالشكل ده، هتظهر معانا الصفحة بالشكل ده. نبص فوق كده تلاقي في ايقونات مكتوب فيها ايمج، لو ضغطنا عليها تظهر برضو الصور دي. معانا ايقونات هنا مكتوب عليها كريت، نضغط عليها ومن هنا كده شباب تظهر معانا الصفحة اللي احنا شايفينها دي. هنيجي هنا كده في كتابة الوصف البحثي عن الصور، وهنكتب يا شباب او هنلصق الكلام اللي احنا كاتبينه كله. كل الكلام احنا كاتبينه اهو، انا كاتب ان هو يكون شاب عنده 20 سنة، مصري، والتيشيرت بتاعه مكتوب عليه رقم 10، الاسم بتاع الشاب يكون مصطفى والاسم التاني محمد صلاح زي ما احنا ما شايفين اهو، وبس كده. وهنضغط على كريت من هنا كده ونشوف النتيجة تكون معانا عاملة ازاي، وان شاء الله تكون كويسة جدا. ظهرت معانا يا شباب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو ضغطنا على الصور ظهرت معانا الصورة دي. الصورة دي ممتازة جدا، الملامح كويسة جدا بتاعت محمد صلاح، الفكرة كلها في شكل الشاب. طبعا دي نقدر نغيرها ونحط صورتنا احنا او نحط الوش بتاعنا احنا من عن طريق يا شباب. لو دخلت على القناة عندي هتلاقي في فيديو بيتلخص فيه الكلام ده كله. تقدر تغير الوش ده تخليه الوش بتاعك انت. نشوف الصورة اللي بعدها نفس الكلام، الصورة دي كويسة جدا، فأنا هنزل الصورة الأولى كداونلود. والصورة التانية كويسة نوعا ما، ولكن هي مشكلتها في رسمة الوش بتاعت محمد صلاح بالشكل ده. الصورة دي ممتازة جدا، شايف ان الملامح قريبة شوية وكويسة. برضو داونلود، هنيجي هنا كده الصورة دي ممتازة جدا جدا، هنضغط داونلود بالشكل ده. ويا شباب بس انت كل اللي عليك ان انت تيجي بقى على الوصف البحث اللي احنا كتبناه ده، تغير العمر، ممكن تخليه 30 سنة كمثال، ممكن تخلي الرقم يبقى رقم وليكن اي رقم انت عايزه، 22 لو انت عايزه ابو تريكه كمثال. ومعانا هنا الاسم بتاع مصطفى، ممكن تخليه محمد او احمد ايا كان الاسم، وتغير اللاعب لو انت عايز لاعب غير محمد صلاح. وهو الذكاء الاصطناعي يقدر يجيب لك اللاعب اللي انت تكتب اسمه، لو انت كتبت ابو تريكه يجيب لك اقرب مثال او اقرب شكل لابو تريكه. بس كده، وفي نفس الكلام هنا لو انت عايز تغير نوع الموبايل تخليه نوع معين عادي برضه، هتكتب هنا اهو كده شباب اهو، تكتب نوع الموبايل اللي انت عايزه يكون موجود في الصوره. لو انت معاك نوع موبايل محدد فانت عايزه يكون موجود برضه في الصوره بتاعتك علشان يبقى اكنه الموبايل بتاعك. الموضوع بسيط جدا. وهي بس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سيب تعليق قول لي فيه رايك. ولو انت محتاج تصميم للذكاء الاصطناعي بافكار كويسه جدا بيقولوا لي في التعليقات، وان شاء الله اعمل لكم اللي انتوا عايزينه في اقرب وقت. لو عايزيني استمر في محتوى صور الذكاء الاصطناعي والافكار الجديده يا ريت ما تبخلوش عليا في التعليقات بتاعتكم في اشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.